كابتن بلال، فوز مستحق، الف مبروك طبعا. البدايه فوز مستحق، والرغبه اكتر كانت عند لعيبه النادي الاهلي. مبروك طبعا يا كابتن للنادي الاهلي. البدايات دايما بتبقى مهمه بالنسبه لكل الفرق، يعني الفرق الكبيره ما بتبتدي بدايه موفقه. خد بالك احنا النهارده من بدايه الاستوديو، يعني اول مباراه في افريقيا، ممكن التجانس ما يبقاش افضل حاجه، ممكن الاداء الفني العالي ما يكونش افضل حاجه، لكن تظل الرغبه القويه عند لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتحسم دايما اللقاءات المهمه، وده لقاء مهم جدا جدا جدا. انت مع الكابتن علاء في ان النهارده كان العنصر الاهم انك تكسب الماتش. بالظبط، النهارده مباراه مش للمتعه، لانك انت برضو مش هتمتع الناس، مش هتعمل افضل اداء وانت لسه اول مباراه بالنسبه لك رسميه بتلعبها. النهارده المطلوب منك انت عملته بنسبه 100%. ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ انه يكسب النهارده بره ملعبه. لا، ده كان المطلوب اصلا انك تتعادل بره بنتيجه ايجابيه، 1-1، تسجل هدف، تتعادل، تعادل 0-0. دي كانت كنا يعني قبل الاستوديو بنتكلم عليها ان هي نتيجه ايجابيه للاهلي. النهارده طلعت كسبان 1-0، فدي نتيجه قويه جدا جدا جدا، بدايه تدي ثقه للمدير الفني، تدي ثقه لعيبه النادي الاهلي، تدي ثقه كمان للجمهور في فرقتك. يعني عشان كده نتمنى الاستمراريه بقى. يعني مباراه القاهره فرقه يعني فرقه زي الاتحاد المنستيري بتفوقك عليها هنا في الاداء، لا لازم تديها 2-3 هناك مستريح. يعني انت النهارده ادائك افضل بكتير جدا، ما خلقتش فرص كتير، لكن انت كنت الافضل اثناء اثناء المباراه، بتنقل كويس، بتضغط بشكل كويس، محافظ على دفاعك بشكل كويس، بتروح بحاجات فرديه في بعض الاوقات، تمام. ده معناه ان انت الافضل طول المباراه. لما تيجي تشوف الاتحاد المنستيري راح كام مره للجول، ما اعتقدش انه راح ولا مره يعني تقريبا فيها خطوره، اعتقد مرتين خلال المباراه، وحتى كمان لم ينهجوا لم يسفروا عن حاجه خطر. فبالتالي انت الافضل النهارده في المباراه فنيا، تكتيكيا النهارده انت الاعلى. الراجل كمان عمل حاجه يعني مهمه من وجهه نظري، مش هقول حلوه، هقول مهمه، اللي هي يعني الثلاث تغييرات هجوميه اللي عملهم النهارده في نهايه المباراه. هو عايز يدي مسج للعيبه ان انا حتى وانا بلعب بره ملعبي، ويدي كمان مسج للناس اللي بتتفرج على فرقه النادي الاهلي، انا بلعب الفرقه، خدوا بالكم يا جماعه، لا انا هدف النهارده كان المكسب، انا شايف ان فرقتي الافضل، فبالتالي انا هلعب للمكسب، على المكسب لاخر يعني لحد ما الحكم يصفر. بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي يا كابتن، هو برضه شاف ان الفروقات كبيره قوي، الفرقه اللي قدامك برضه ما عندهاش الرغبه انها تهاجمك وانها تحاول تكسبك. حلو، فهو من البدايه عينه على الثلاث نقاط. انت قصدك ان ممكن يكون كان مدرب تاني يقول لك التعادل اهم من الخساره؟ لا، يعني ممكن مدرب تاني يقول لك لا، طب انا غير ثلاثه مهاجمين مره واحده، تمام. لا، انا اثبت تمام، واشتغل واحد واحط واحد نص ملعب واشوف مين اللي ممكن يكون مجهد شويه، واعمل التعادل افضل من الاشياء. بالظبط، والعب على التعادل. لكن هو النهارده بص، شريف مكان شادي، وحسام حسن مكان سافي، وقفشه مكان عبد القادر، ثلاث تغييرات هجوميه. تمام، يديك برده مسج ان الراجل ده بيفكر في المكسب، بيفكر ان انا ازاي اسجل هدف، ازاي اوصل للمرمى. هو شايف زي ما احنا شايفين بالظبط، يعني احنا كنا الشوط الاول بنقول يا جماعه الثلاثه اللي تحت شادي حسين او الاربعه المهاجمين الاداء بتاعهم مش افضل حاجه. الراجل كمان غير وابتدى التغيير على فكره من بدري، يعني النهارده شوف نازل في الدقيقه كام، شريف نازل من بدري. أيوه. بعديه قفشه. سافيو كمان، يعني سافيو اتغير ونزل مكانه حسام حسن، بقيت بتلعب باثنين. أيوه، في الدقيقه 77 باثنين راسين حربه. فالنهارده لا، فكره الراجل النهارده كفكره هجوميه او كفكر فعال، لا انا يعني نحترم ونقدره النهارده، تمام، على الفكر، تمام. ممكن يكون الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك، ممكن يكون انت ما يعني ما فيش فرص حقيقيه وما فيش انياب حقيقيه على المرمى، لكن يبقى ان انت بتحاول، وده شيء مهم جدا في بدايه السيزون، ان انت يبقى عندك محاولات وعندك الرغبه دايما في انك تسجل اهداف وانك تكسب. مكسب الاهلي النهارده اعتقد هيبقى مريح نفسيا، مباراه القاهره كمان الراجل هياخد ثقه. صحيح. الجمهور هيبقى مبسوط. صحيح. مش هتلعب تحت ضغط الماتش اللي جاي كمان، لان الماتش اللي جاي هيليه ماتشات الدوري، وبعد كده تروح على السوبر المصري. مزبوط. فبالتالي لما تبتدي بدايه موفقه حلوه كده، اعتقد تديك يعني اريحيه بعد كده. صحيح. وانت بتعمل تشتغل في التاكتكس، وانت بتغير اللعيبه، وانت بتتفرج، هتبقى مش مضغوط. يعني دايما المدربين مشكلتهم في دايما بتبقى في البدايات، لو ابتديت سيء تفضل مضغوط.